السلام عليكم، كيف الحال؟ مرحبا بكم في قناة ديكور والتدبير المنزلي مع أمال. في إطار التحدث عن أجهزة كهربائية والتعرف على استعمالاتها، اليوم جبت لكم هذا الجهاز اللي هو يعني جهاز القلي بدون زيت أو جهاز القلي بملعقة واحدة. إذا هذا الجهاز نتعرفوا بأنه كيلعب عدة أدوار، فهو في نفس الوقت عبارة عن فرن، عبارة عن شواية، عبارة عن آلة للطبخ، يعني نقدر نطيب الروز المرقة إلى آخره، إذا وعبارة عن مقلاة، إذا فهو متعدد الاستعمالات. إذا شفنا الغطاء، إذا في الغطاء فين كاين المسخن؟ إذا في هذا الجزء هنا في الغطاء فين كاين المسخن؟ إذا فهو كينتج واحد الحرارة كنسميها إن شالور تورنونت، إن شالور تورنونت أو اللي كديرنا تيارات الحمل الحراري. اذا فبالتالي كيطيب الحاجه، يعني كطيب مزيان وكتشوى وما كتحتاجش للزيت بزاف. اذا نشوفوا المكونات دائما. اذا هذا كتلاحظوا بان هذا الزر هو اللي كنفتح به، الا بغيت نفتح به نطلع به هنا، الى حيدتي الكوفر او حيدتي الغطايه فكيتقطع، يعني التيار ما كتبقاش كتسخن، تتعودي تسديها. اذا هنا عندنا هذا زر ضبط الوقت، لان هنا كتلاحظوا بان عندكم مثلا اللحم والسمك والدجاج الى اخره، كتبين لك تقريبا الوقت ديال الطهو. مثلا ناخذ كمثال هنا دايرين الدجاج بين 30 و 35 دقيقه، او لي فريت يعني البطاطا مقليه بين 25 30 دقيقه. اذا هنا فعطينك تقريبا الوقت التقريبي للطهو، ولكن خصك التجربه خير برهان، لان على حسب السمك ديال اللحم اللي غديري، على حسب، اذا فبالتالي التجربه اللي غادي تجربي هي اللي غتبين لك واش فعلا هذا الوقت هو اللي خاصك ديري او اكثر او قل. اذا كتلاحظوا بان ايضا هذا الغطاء فهو اذا هو بلاستيكي لكن شفاف، يعني كيبين لك الحاجه واش طابت ولا ما طابت شيء. اذا فهذا عنده هذه الميزه، كتبين لك هنا واش كتلاحظي يعني الطبق ديالك اللي كيطيب. اذا هنا غنشوفوا هذا زر التشغيل، هذا باش كتشغل، وعنده الكوردون هنا. عندنا انيه، هاد الانيه هي مانعه للالتصاق، ماشي بالتيفلون ولكن مع الشماده، ولكنها ما كتلتصق شيء. وعندنا هنا هاد الاناء كيدور، يعني كاين واحد هاد الجزء كيدور. اذا هنا هاد الاناء لاحظوا بان فيه هذه، اذا فبالتالي ملي كتوضعها هذه ملي كتخدم هاد الجهاز كيدور باش كتفرق الحراره مزيان على الاكل. اذا يمكن لنا ايضا نستعنوا بهذا باش نقربوا شويه هاد الاناء ويدور اصلا، او تخليه كما شفناه موضوع. اذا هذا بالنسبه للاناء، هنا هذا الاناء هو اللي كتوضعي فيه يعني اش باغا تطيبي فيه. عندنا هنا بعض الاكلات خصنا نبقاو نحركوها باش تطيب مزيان. اذا هنا عندنا واحد لوبغا، هاد لوبغا هو اللي كيحرك لينا الماكله، حيت كاين بعض الوصفات ما كتحتاجيش تحركي. مثلا بغيتي دير بيتزا، بغيتي ديري مثلا اللحم غير دي ستيك ولا شي حاجه، ما غاديش تحركيه. اذا فبالتالي هنا هاد لوبغا ملي كتبغي تحتاجي ديري الماكله كتحرك عاد كديري. عندنا هادي عباره عن يعني كنوضع فوقها اللحم او الكفته او الحوت اللي بغيتو تشوى، وكنوضعها بهذه الطريقه هنا كيشتغل كمشوات. اذا هاد لوبغا نقدروا نديروه نقدروا ما نديروه شيء على حسب الوصفه. ايضا هاد المشوات على حسب الا بغينا نشويو، يعني بغيتي تشوي مثلا غديروا الاكل هنا في الاسفل، او الا ما بغيتوش ديروا غير تشوي غتحطوه غير وحده. اذا هاد الشيء اللي هادو هما المكونات اللي كيبانوا ليا. كاين باش نهزوا هاد الانيه لانها كتكون سخونه، فاش متهزه داير لك المقبض ديالها باش يمكن تهزو بهذه الطريقه وتحيدها ملي تكون سخونه. والتنظيف ديالو بان ليا سهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. غنشوفوا الان طريقه اشتغال الجهاز. كما قلنا هذا زر ضبط الوقت، انا غنضبطو مثلا على دقيقه واحده فقط باش تشوفوا كيفاش كيشتغل. اذا هنا غنضبط على دقيقه واحده، ها هي، وغنوريك على زر التشغيل. كتلاحظوا انا غادي نقرب اكثر دابا الان. كتلاحظوا بان
الانيه كدور، وعندنا ايضا هذاك لوغ اللي كيحرك صافي. غنحاول الان غادي نفتح مثلا، احيانا كنبغيو نطلعوا الماكله ولا شي حاجه يمكن نفتحوها هكا زوج. اذا ملي كتفتحوا الغطاء كيتقطع التيار الكهربائي، ولكن كيبقى مبروغرامي، كيبقى يعني داك الدقائق اللي درتو كتبقى، يعني غير كنغلق كيعاود يخدم. دابا ملي كيكمل كيبدا يعطي هذا الصون، يعني بانك صافي راه وجدات الماكله اللي وانتهى الوقت. اول طبق غادي نقدموه في هذا الجهاز هو بطاطس مقليه. غنشوف مع بعضياتنا البطاطس كيفاش كتقلى في هذا الجهاز. اذا اول شيء غنبداو به هو تقطع بطاطس فريت. هنا بغيت نوريكم هذه راها رخيصه وحسن من ديك القطعه تاع البطاطس اللي كتكون افقيه، هذه كنضغطوا عليها كتكون افضل بهذه الطريقه، كيكون الضغط من الاعلى كيكون احسن. اذا نقطعوا البطاطا ومن بعد نشوفوها كيفاش يمكننا نطيبوها في الفرن الحمل الحراري. اذا هذه البطاطس بعد ما غسلتها ونشفتها مزيان، نشفتها من الماء، غنضبط هذا التوقيت تاع الفرن الحراري. هنا بالنسبه للبطاطا المقليه دايرين ليا بين 25 30 دقيقه، اذا غنضبط على نديرو 26 دقيقه. ده 27 دقيقه. بالنسبه هنا كيقولوا ملعقه زيت الكيلو ديال البطاطا، انا غندير نصف ملعقه لان عندي نص كيلو برك البطاطا، بقيت عندي نص كيلو. غنوضعها هنا قرب باش تشوفوا، وغندير نصف ملعقه كبار فوق البطاطا. هيا شويه نحيدو. اذا درت نصف ملعقه تاع الزيت، الان غادي نخليها، غادي نسد الورك على الاود اوف. دابا عندنا داك واحد لوغا واحد اليد هو اللي كيدور البطاطا باش تقلع، وايضا هاد الانيه اللي فيها كتكبر. غنخليها حتى تكمل ونشوفوا مع بعضياتنا كيفاش خرجت البطاطا. لاحظتوا بان هي الفريت تحمرات ملي فات الوقت اللي درت اللي هو 27 دقيقه. فعلا كتجي كطيب مزيان، هانتوما طيبه مزيان. اذا بنص ملعقه زيت، هنا نص كيلو درت نص ملعقه. كنتمنى هذا الفيديو يكون راقكم وتكونوا خديتوا معلومات كافية على هذا الجهاز، طريقة الاستعمال ديالو. وغنحاولوا في كل مرة يعني جربت وصفة فيه نحاول ما أمكن أنني نسجلها باش تعمل إفادة أكثر. مرحبا بأسئلتكم باقتراحاتكم وبتعليقاتكم، وإلى فيديو آخر بإذن الله.